هو ماله في ايه؟ ما تسرعنيش، ابوس ايديك هتشينجي ام البيبي، انما ما تسرعني. انا اتحسد والله العظيم اتحسد. فانكو خرزة زرقاء، فيديو رعب كمان، وغير الفيديوهات الرعب اللي كانت فاتت، فاهم؟ احنا بقالنا تقريبا 3 فيديوهات او 4 فيديوهات عاملين نعمل لعب رعب، اتحسد والله العظيم. بس النهارده انا هبقى مربيه او ماما حاجه زي كده للطفل الملبوس اللي هو بيبي الاصفر دوت او بيبي انيلو. اللعبه دي معروفه وليها فانز كتيره جدا، ومن كام يوم نزل لها تحديث جديد، فاحنا هنجرب مع بعض النهارده. انا لعبت التحديثات القديمه في لايف، كنت عامل لايف ستريم يعني، ولعبت كل التحديثات دي، انما الجديد دوت هنخش نشوفه مع بعض دلوقتي. لو ضافوا حاجات جديده بقى ومشانات وقصص وحاجات غريبه كده هنخش نشوفها، ربنا يستر، لان انا بكره العيال دوت، بكره الاطفال، فاهم؟ فتعالى بس قبل ما نبدا بس هنعمل انترو ونقول ايه الاخبار يا شباب معاكم. فيا ريت تعمل لايك وتشارك على اشتراك وتشغل الجرس. وقبل ما نبدا تعالى اقول لكم على سبونسر فيديو النهارده سريعا سريعا سريعا. لون اخضر في كل حته، ده علشان ان انفيديا هي سبونسر فيديو النهارده، وانا النهارده جاي اكلمكم على خاصيه الدي ال اس اس اللي موجوده في كروت شاشه الار تي اكس من انفيديا. اللي ما يعرفش ايه الخاصيه دي، الخاصيه دي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي اللي موجود في كروت شاشه الار تي اكس في انه يعلي من كواليتي واداء اللعبه اللي بتلعبها وبشكل كبير جدا وملحوظ. يعني مثلا لو بصينا على لعبه داينج لايت 2، الدي ال اس اس بيزود الكواليتي بتاع الصوره بطريقه كبيره جدا، وبيخليك تاخد اعلى كفاءه من الاعدادات اللي انت عاملها في اللعبه، وبيخلي منظرها جميل جدا. ومش بس كده، لو انت استخدمت خاصيه الدي ال اس اس برضه بتزود لك من كفاءه اللعبه وعدد فريماتها. فانت مثلا لو جهازك بيجيب 30 فريم ولا حاجه، فانت لو شغلت الخاصيه دي هتلاقي الفريمات عندك نطت من 30 لحد 70 مثلا، ويمكن اكتر كمان، وكل ده مع كواليتي صوره جامده جدا. والحلو بقى ان انت ممكن تتحكم في الخاصيه دي، يعني مثلا لو انت بتحب اللعبه تبقى الكواليتي بتاعتها حلو قوي، فانت ممكن من خلال الدي ال اس اس تختار اوبشن الكواليتي. ولو انت بتهتم ان يكون اداء اللعبه اقوى بكتير والفريمات تبقى عاليه، فانت ممكن تختار اوبشن البرفورمانس مثلا، هتلاقي الفريمات عندك نطه غريبه. ولو انت بتحب الناحيتين فانت ممكن تختار اوبشن البالانس، وده الاختيار المفضل ليا الصراحه، لانه بيديني كواليتي واداء حلو للعبه. والحلو ان الخاصيه دي اصلا مش موجوده في داينج لايت بس، ده حرفيا موجوده في اكتر من 100 لعبه، والصراحه انا الخاصيه دي بعتمد عليها بشكل كبير جدا في لعبي. فلو انت لحد دلوقتي لسه مش ار تي اكس اون وعايز تعمل ابجريد للكارت الشاشه بتاعك، فلو انت من مصر فانصحك تروح للمحلات المعتمده من انفيديا، واللي من ضمنها شركه البدر جروب، هتلاقي لينك الويب سايت تحت في الديسكربشن، خش عليها عشان تعرف اخر العروض. فخليك على طول بقى ايه، ار تي اكس اون وبس كده. طبعا خش شوف العيل. نايت 1 الليله الاولى، اتفضل يا حبيبي. هو ده، هو والله العظيم فاكر شكل اهله. بقول لك ايه، خف عليا النهارده، خف عليا انت، بقالك 3 تحديثات او تحديثين كنت هريني، انما تسرعني. كان في خناقه بره وبنجري في المكان، ماشي ما علينا. ماشي، اول حاجه اكل الواد، تعالى وربنا ما هسيبك. بخ بس مين بس، الله يخرب بيتك، تعالى بخ. بص انا هقعدك هنا، ايه هقعدك على الفوق على التلا. ايوه هنا، خليك هنا ماشي. انا ممكن اوكي افتح الفرن. بص ما تخافش ولد، لا بص بص انا هجرب حاجه ماشي. ده فرحان، ده فرحان. اوكي تمام، اوكي مزاجك حلو النهارده، مزاجك حلو. تمام تمام، استنى اجيب لك اكل، استنى اجيب لك اكل. ماشي، خد خد خد، ادفع ادفع على طول على طول. بتاكل من هنا تقوم مسرب من تحت، لازم. انا مش فاهم العيال دي. ماشي، ده طبق. انا اسف انا اسف انا اسف والله انا اسف، ما تدعيش عليا، ما تدعيش عليا، انا اسف. بخ بس بخ، تعالى تعالى اهو. ماشي، لحد دلوقتي احنا بنكمل نفس الحاجات اللي عملناها قبل كده. ماشي، هدخلك جوه هنا على الترابيزه وهتختفي. انا عارف انا عارف هتختفي. ها لكي، انا عايز اخد، عايز اخده بدايه عشان اشوفه بيختفي. بس ويو يا ابن اللذينه، سريع انت برضه، فلاش ابن اللذينه برضه. إيه يلا روح حبيبي، روح روح. ادي تكزو ذا بيد، يلا نطلع عشان نخمدك. يلا، ايه ده، في اثار؟ احنا جبنا قطه البيت، جبت قطه البيت يا رب ولا ايه؟ ايه ده، في ده ايه ده، ده سبايدر مان، ده قطه سبايدر مان. ايه ده، ده المكان ده جديد. استنى استنى استنى، سندري مان انت كده. ايه ده، ايه ده، ذا سيكريت كي. ان هم يعني لو ناويين ان هم يخفوا ال 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 المفتاح خافينه. لا لوجيك لوجيك لوجيك، سبحان الله سبحان الله، لا اله الا الله. ده في طالعه فوق، وفين الطفل؟ لا مؤاخذه لا مؤاخذه، تعالى. انا اي حاجه بتفتح قدامي. بص هقول لك، انا عجبني الخزي ده. بص بص بص، انا ما نضفتكش حاجه كويس ماشي، فاحنا ايه، هناخدك فمين كده على الجاهز. تمام يا باشا، ايوه هي هتشتغل. ايه ده، ده بيضحك. يا نهار اسوح. اوكي، انا 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 مربيه وحشه صح؟ يا نهار اسوح، انا اسف والله. انا هم مين الشيطان فينا، انا ولا هو؟ ماشي، انا ممكن اطلع فوق، اطلع فوق ازاي؟ انا طلعت فوق، لا نزلني تحت، انا اسف، انا انا لا انا اسف، لا 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 لا، انزل تحت.
ايه دي جميله يا هندي؟ ده لا هندي، انا مش هطلع دلوقتي فوق عشان في صوت غريب طلع فوق. ماشي المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ احطك في سرير. يلا نشيكح هنا. فاين ذا ستوري بوك اند سيت داون. ستوري بوك ايه؟ استنى انا فتحت البيج هيد مود، استنى نشغله بس. ايوه كده عشان ده، ايوه عشان تركز معايا، عشان تركز معايا. ماشي اعتقد دي القصه. ايوه ذا برنس اند ذا كات، القطه والبرنس. اقعد اقعد ايه وانا هقرا لك ولا ايه؟ انا ما بحبش، انا بصدع، انا اخل ايديا وبصدع. انا هقرا لك، انا هقراها له. بص هقراها لك، انا هقراها لك انا عشان ايه؟ في رغي كتير. في بيت نايمه وفي قطه واقفه على الشباك، تمام؟ بيضحك ولا عجبته ايه؟ البت والقطه راحوا النافوره، البت والقطه اتخانقوا وفضلت تكسر في الزرع. توتا توتا خلصت الحدوته، مش هتقرق ده نام. حلو ماشي اوكي. ايه ده؟ في ايه؟ في موبايل رن. انا اتخضيت اقسم بالله. معلش صوت، انا اسف، انا اسف والله، انا اسف. الموبايل رن، انا اسف. ماشي يلا نخرج. ايوه وانا عايز اطلع فوق اشوف ايه اللي بيحصل فوق. لكن اطلع اشوف ايه فوق بسرعه. ماشي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اه ده في رسام هنا جميل. اوكي ده في شخبطه. يا نهار اسود، ما بحبش الحاجات دي. طب ايه؟ مين اللي هياخدني؟ هتخدوني امتى؟ ايه ده؟ لوك كلوزر. بص كويس. ايه ايه ده؟ وانا فين؟ وانا في حلم؟ هو في ايه؟ والله العظيم انا مش فاهم اللي لعب ايه الابديت ده. انا رايح قطه. ايه ده؟ دي القطه اللي كنا بنتخانق معاها من شويه. ذا بلاك كات ابروتشز. ايه ده؟ في ايه؟ مش فاهم حاجه. ذا بلاك كات سون، اعلان فيلم. انا مش فاهم. يا ربي. ماشي ماشي، احنا اتعملنا ترول يا جماعه، بتضحك علينا. ننزل ننزل. ماشي اقول لك دلوقتي ايه؟ تعال ننزل نتفرج على التلفزيون وننام. ماشي ايوه وضعك. ايوه ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه هيغمى عليا وفي حاجه هتحصل فوق، انا متاكد. ايوه ما كملتش. اي رزل جاي لك يا بابا، جاي لك يا حبيبي. في حاجه عملت تيتين. ايه يا بابا؟ ايه يا حبيبي؟ مال؟ ايه ده؟ وانت انا سامع صوتك. نهارك لذيذ. ايه ده؟ انت اللي جابك هنا؟ خرب بيت دماغك. تعالى تعالى يا بابا. ايه ده؟ ايه كل ده؟ تعالى ماشي. انت اللي جابك تحت؟ خش خش نشكح هنا. نشكح. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? شكح. عايز ايه؟ بوت ذا كوريكت بلو. ايه ذا كوت؟ ايه ذا كوت ده؟ هو ايه اللي كوت؟ ماشي في حاجه هحطها معينه. ايه بقى؟ في حاجه ان ذا كوت. ايه هو ده؟ هو عايز الصح اعتقد. القطه، احنا بنتكلم بالقطه صح؟ عايز ده؟ ماشي ماشي. هو يا عم في الكوت، يا عم القط في القط. ماشي احنا نازل. ها انا نازل. ربنا يستر ربنا يستر. ماشي احنا المفروض ننزل تحت وبرده اتفرج على الزفت التين دوت التلفزيون تاني. اوكي يا رب ما يبقاش مزعج وانام بقى. حاسس ان هو انا منتظر الجديد. نايت 2 خلصنا اول نايت. ماشي اوكي. طفل ابو دماغ كبيره والله العظيم. عايز ايه؟ اجيب لك الاكل من البتاع. تعالى معايا. انت سيبني اسيبك لوحدك يا بخ. انت بس تعالى بس تعالى اهو تعالى اقعد هنا اتنيل هنا. عايز انت تلبس من الفريدج. لا هو انت عملت ايه؟ هو فين 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 الاكل؟ سبحان الله. ايه ده؟ ايه هو؟ هلو. ماشي طب ماشي. طب استنى انا ممكن اخد الحاجات دي بجد؟ استنى ما ينفع ادفع عليك. ايه ده؟ ايه ده؟ اوكي لا مؤاخذه. استنى 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 ده انا ممكن انا ممكن اعمل لك سندوتش على دماغك. استنى خد جبنه رومي. خد يا اسطى خد يا اسطى خد سمبوسه. يا عم ارحمني. لا اله الا الله. خد ده كمان بقى. ايوه ايوه بعمل لك بعمل لك سندوتش جبنه رومي تقريبا على دماغك. ما اعرفش. استنى اجيب لك الاكل. خلاص خلاص ما تعيطش. خلاص خلاص ادفع 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 يا اسطى ادفع ادفع. برضه عملت بيبي ما بتعلمش من بتاع دوت. ماشي عملت. حاسس حاسس ده حاسس دماغك. انا طلع خنزير. اتفضل نشكح هنا تمام. ماشي عايز ايه؟ ذا نيو نبي. ايوه النبي اهو. ايه ده؟ هو لا مؤاخذه ليه بيتحرك؟ مش فاهم. استناني هنا استناني يا اسطى. في ايه؟ يا اسطى الله يخرب بيتك لسه مروق. طب هو انا مش شايفك يا ب... هو راح فين؟ الله ايه ده؟ مين هو؟ ايه القط والفار؟ يا عم خد يا ولا كده مش شايفك انا يعني. انا كده مش شايفك انت كده كده حويت يعني. يا اسطى انا هجيبها منك ولا هجيبها من زفت الطين اللي تحت دوت؟ يا عمي يا عمي يا اسطى والنبي اهدى. بالراحه بالراحه بالراحه. ايه ده؟ ده غبي. خلاص ايه ده جبته. ماشي ماشي انا مؤاخذه انا مؤاخذه. تعالى 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 ما ترويش اهلي بقى. تعالى ابوس ايديك. تعالى انا بص ده هيختفي دلوقتي. هيختفي صح؟ لا زي ما انت انت. طب انت كويس اهو. امال في ايه؟ اضحك اخلص اكذب. ماشي اوكي ماشي ماشي
اخ بقول لك ايه، وانا ينفع اجيب لك جونيا؟ استنى دي ايوه لا اله الا الله. ده انا ممكن اجيب بيك هاي سكور. خد يا لهوي على اللعب. لا مؤاخذه لا مؤاخذه لا مؤاخذه لا مؤاخذه لا مؤاخذه. ايه بس كده كده انا خرجت. ممكن اخد بره البيت. استنى تعال تعال اطلعك السرير. تقلقش يا ابو تقلقش يا بيت. تقدر تشكحن. ايوه ده انا حرفيا ده انا مربيه بجد. انا هحكي له قصه كمان، دي قصه جديده. ذا برنس اند ذا رابت. طب احنا كنا بالقطه دلوقتي بقى بالارنب. اتفضل يا حبيبي اتفضل. هشرح لك دلوقتي حالا. يلا لا لسه هتحكي يا باشا، انا اللي هحكي. فك لك بس. كان في بيت عينه لونه احمر باصت للارنب صغير. خلاص ركز معايا عشان ما احكيش. انا اسف. اوكي انت عايز حاجه في الكوت. استنى خد انت عايز الارنب صح عايز كونتينيو ريدنج. اوكي خلاص. ورق يعني نورت اقسم بالله. طب هقرا لك. اسيبه هو يقرا ولا اكمل؟ انت بصيتك يا ليه؟ استنى بس انا هقرا برضه. انا اللي هقرا. بعد كده البت جريت ورا الراجل ايه؟ بعد كده البت جريت ورا الارنب في ممر طويل كده. تمام صلى على النبي كده اهو. بعد كده في باب اتفتح، في بت عينها بتنور لونها احمر. هي نفس البت بتتحول يعني، وجريت ورا الارنب فاهم. وتوتو خس الحدوته حلوه. انا بجيب اجله لا احسن مربيه اطفال. ماشي عايز نقفل الباب ده. ماشي شيل اوت اند واتش تي في تاني في الباب ده عشان انا مش مطمن الصراحه. ماشي وننام هنا ربنا يستر. ايه ده الارنب؟ هو اللي جابه هنا؟ ايه ده في حاجه متقطعه. مين ماشي في بتاع الدليفري جه تقريبا. ماشي هو جاب ايه ده؟ توستر تبع التوست معرفش. الارنب اختفى. ماشي عادي يا جماعه عادي. صلى على النبي. ماشي دلوقتي بقى اقول لك ايه. اتفرج على التلفزيون. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم ربنا يستر. في حاجه تحصل انا خايف. ايوه بنام. لودنج. ايه ده نايت 3. اوكي انا طلعت حاجه هتحصل والله. انا في حاجه بتحصل مريبه الصراحه كلها. ايه ده الواد فوق بيعيط. جاي لك يا اخي يا عم الزفت. انت الواحد ما فيش يتفرج بمزاج على التلفزيون. عايز ايه مني؟ عايز ايه؟ ليف اند كلو. ايه ده زد انت عرخم. يلا انت جايبني عشان اسكتك. رب تولع يا رب تموت. برهابس يا تشيز. ايه ده استنى هعمل شكل هعمل توست. استنى يا جماعه هعمل توست. ايه ده بتاع التوستر اهو. اوكي استنى نعمل بقى ايوه ايه بقى ست الكل الاكل بتاعنا. ماشي هنحط التوست هنا ست الكل. هو هي الرسومات دي جديده صح؟ الوحش ده جديد صح؟ ماشي بس ست الكل كده. هنحط ال ايوه الجبنه هنا ست الكل. بعد كده نحط عليها اللانشون. ايوه اللانشون فوقيها. بعد كده نحط عليها بحبش البصل. نحط ايوه طماطم من فوق. بعد كده نحط لسحة خيار مخلل. بعد كده نحط جبنة تاني. تمام بعد كده نحط ايه ده معرفش ايه ده صراحة بس نحطه برضو. لا ده مشروم. احب المشروم. بعد كده نحط واحدة تانية ايوه هنا. تمام ايوه بعد كده نقفل التوست من فوق ونكبسه بس كده. وايز يا جماعة وصلت الكل. ودي احسن وجبة ممكن تاكلها النهاردة. الو هو في ايه؟ ايد مي اكلني يا لهوي. ماشي اوكي ارهنكم عليا ان انا هروح الباب هيتقفل وربنا انا مخرج لعب. ايه ده انا في متاهه. ايه ده دي التلاجه. ايه ده دي متاهه. ايوه ميكا صح. طلعت بره. هو ماله في ايه؟ هو كل ولا ايه؟ استنى يا بابا استنى بجيب بس في حاجه في الترعه ولا لا. يا نهار اسود. صلى على النبي والله العظيم. انا اسف خد. عايز ايه بقى؟ تكزا بيبي برضه؟ طب امسك ده في ايدي بالمره عشان ما يهربش مني بس. ما تسرعنيش ابوس ايديك. هتشينج ام البيبي والنبي ما تسرعني. هو في ايه؟ هو ماله؟ انا مش فاهم هو في ايه ده. انا بتضرب. انا بروح فين؟ وات انا مش عارف اروح فين. اطلع فوق. ايه ده بريك ذا ايمرجينج كلاس ان ذا جلاس. اوه استنى خرب بيته. اوكي بس فايز ذا بيبي. استنى احذفها في بق البيبي تقريبا او اكله. هو فين طيب؟ تحت 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 تحت. اوه شيت. يا ابن ال اطفح.
هو في ايه؟ الحياة دي كلها جديدة. ماشي طيب، لكن انا هصغر دماغك. دماغ انا هكبرها، انا اسف، انا هكبرها والله، انا اسف. ايه ده؟ دي القصة، دي قصة جديدة. شفتوه داخل؟ لسه جاي لك يا بيبي. كنت عايز امشي. ماشي ماشي ماشي، انا جاي لك اهو، جاي لك. ما ينفعش انط من الشباك. طيب حبيبي حبيبي عامل ايه يا بابا؟ انا وانت، انا وانت، تعالى يا بابا، تعالى تعالى اخويا، تعالى اقعد في الكوت، اقعد في الكوت. عايز ايه؟ عايز البتاع الجديد ده، شكل ايه ده؟ عندنا خروف. خد يا حبيبي، خد يا بابا، خد خروفك الجميل اهو. اشرب. ايه؟ ابوس ايدك ما تسرعني، والله العظيم انا بعمل انت عايزه. هو والله خدام، خدام رجلك، والله العظيم ابوس رجلك ما تسرعني. ماشي، البرنس، البرنس والخروف. انا البرنس وانت خروف. يلا. كان يا مكان. It was cold throughout the palace. The moon shone bright outside. كان يا مكان، كان في طفل شكله مرعب نايم في السرير اللي هو انت، والنور بيقطع، وفجأة ظهر خروف بيرضع. ايه ده؟ مش فاهم، معاه حاجة في بقه، وفي وحش فوقيه. انا مش فاهم، انا بحاول اقرا لك علشان الشخص دوت ممل قوي اللي بيتكلم، فاهم؟ فالبنت الصغيرة فتحت بقها، فالخروف داخل جوه بقها، معرفش الصراحة ليه. تمام، بعد كده الموضوع بقى ايه؟ اكمل قرايه؟ طيب طب اعمل ايه؟ طب ارقص لك؟ انا ممكن ارقص لك، انا ممكن ارقص لك عادي والله. اوكي، هنتسحب لفوق صح؟ ايوه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وانت من اهله حبيبي، وانت من اهله. انا مستني في ايه؟ انا مستني الخضه. ايه ده؟ خلصنا؟ لا الحمد لله. انا ما خفتش خالص يا جماعه. لعبه سريعه، ابديت سريع ولعبه سريعه. اوكي اوكي اوكي، هو في خضتين في الاخر صراحه اللي ما كنتش متوقعهم خالص. هو في الاسكيب تقريبا، هي نفس الاسكيب اللي احنا عملناها قبل كده، يعني الاسكيب احنا عملناها قبل كده او في الاجزاء دي ما فيش ابديت، هي ده الابديت اللي نزل جديد تقريبا للعبه. حلو حلو حلو، كل شويه عامل يضيفوا لها حاجات وقصص غريبه كده مش فاهم في ايه يعني. المهم ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لعبنا البيبي الاصفر، جاب اجلنا حسب الله ونعم الوكيل، وجاب لنا شخصيه. المهم يعني محتاج اغير لنفسي. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم يا ريت تعمل لايك للفيديو دوت، تشترك على الاشتراك وتشغل الجرس، وتتابعني على السوشيال ميديا انستجرام وتويتر. وبس كده. ولو في اي تحديث في اللعبه دي ممكن العبه بعدين، يعني لو عندك لعبه رابطه قول لي العبها. المهم يعني شكرا جدا جدا، وان شاء الله الفيديو جاي. و جود باي. انا كرهت الطفوله.